كنجيبها غير في راسي وكنجيبها غير في صحتي وكنمرضو وبزاف ديال الحاجات. دي نعمل روتين ونتعرى ونعمل يا ربي كل المحتوى هذاك، ماشي تهضر لي تقول لي تبارك الله عليك لا مزيونه لا هذه لا هذه. ربح والله ما كاين شي ربح، اقسم بالله. يعني كنخدم على القناه ديالي المستقبل أنا، والله العظيم. يعني في اي لحظه غادي نقدر نوقف عليا هادشي هذا في مره، وكتلقى شي حاجه اللي تافهه طالعه والناس عاجبه الحل، تشبروا هيدا بالتليفون يقدر يهرس لك التليفون، يزولوا لك يهرسوا لك. كنتعذب كنتمحن كنخرج كنصور فيديوهات كنحاول نجيب شي محتوى اللي هو يعني يعجبكم. مثلا واحد السلام عليكم الاحلى متابعين ديال مريم فاميلي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير احسن الاحوال يا ربي. وفيديو جديد كما العاده ونهار جديد، وما غادي نعمل لكم مقدمه ديال الفيديو من كورنيش الفنيدق يا خوتي. كورنيش الفنيدق خوتي نودعوا البحر، غير واحد الطله خفيفه ظريفه غنودعوا خوتي البحر. بغيت نعمل لكم فيديو هنايا، كنا غير دايزين قلت له راجلي بلاتي نعمل واحد غير واحد الفيديو خفيف ظريف هيدا، نعمل مقدمه من الكورنيش هنايا. خوتي الناس باق مبحره، يعني دابا الدخول المدرسي كما كتعرفوا، غنوري لكم شنو كاين هنايا. وباقين الناس شويه مبحرين، ولكن كلشي بدا كيجمع ويطوي. حتى اتصالات اخوتي اللي هنايا كانت عامله واحد المنصه وداكشي، جمعات اليوم الرحيل ديالها غنوري لكم. نتوما اخوتي كما كتشوفوا اتصالات المغرب جمعات الرحال ديالها ماشى بحالها. كانت هنا واحد المنصه والناشط اخوتي والله العظيم. وكاينين باقين شويه ديال الناس كيجيو للبحر، ولكن الشاطئ اخوتي خوا كما كتشوفوا هانتوما الشاطئ بدا كيخوى. وصراحه ما كنسخاوش بالصيف، يعني حتى دابا انا قلبي برد على البحر، واخا باقا السخانه شويه وداكشي ما بقاش كيقول لي عقلي نجي للبحر. صافي ملي كتجي الصيف كنكونوا فرحانين اخوتي بالبحر، يعني كنبداو نجيو ديك الايام تكون نهار ايوا في الاخر عندك الاخر ديال 8 صافي كطير لي اخوتي من البحر، ما كنبقاش حتى كناجي. دابا غير العيال ديالي كيبقاو يقولوا لي ماما جيبنا جيبنا، باش كنجيو مره مره والله الا صافي. يعني عندك شهر 7 كنبحر فيه، 8 ديك الاول ديالو دابا صافي اخوتي. وين باقي الناس اللي كيحماقوا على البحر، وكاين الناس اللي كيشبروا كون جيت الاخر كيجيو يدوزوا عاوتاني هنايا شي حاجه. اما الناس المدينه ديالنا كاملين اخوتي كما قلت لكم فهاد الاخر هذا كاع ما كيبقاو يمشيو للبحر. المهم اخوتي بغيت غير نقول لكم ماشي عيب ان الانسان يقول اشتركوا عندي في القناه ولا عملوا بصيمه ولا خليوا شي تعليق يشجعني. راني اخوتي كنعمل واحد المجهود على هاد القناه هذه، ويعني اش غادي نقول لكم اليوتيوب هي اللي كترشح لك الفيديو يطلع يتشاف ولا ما يتشافش، يعني هي اللي كتقرر. يعني شي مرات كتعطي واحد النسبه كبيره وشي مرات ما كتعطيش النسبه، وديك النسبه اللي كتعطي كاين اللي كيشاهد بلا ما كيضغط على الفيديو. كنقول لكم ما غادي تخسروا والو، ضغطوا على الفيديو باش يدخل لكم باش يطلع الاشهار باش يعني تكون واحد الاستفاده شويه ليلي وينتشر اخوتي الفيديو ويطلع. اذا ما ضغطتوش على الفيديو راه ما كاين حتى شي ربح. وعينا كنقولوا عينا يعني كنحاولوا اننا نوصلوا يعني واحد شي حاجه اذا فيها افاده. يعني عيت كنقلب في المحتويات عيت كان هذا الفيديو هذا اخوتي اليوم عملته لكم هنا في الكورنيش. غادي نهضر شويه معاكم، كنتمنى تفهموا الهضره ديالي. غادي نهضر اخوتي معاكم، غادي نقول لكم اخوتي راني كنعمل واحد المجهود كبير، كنتعذب كنتمحن كنخرج كنصور فيديوهات كنحاول نجيب شي محتوى اللي هو يعني يعجبكم. مثلا انتما كيجيكم ساهل كتشوفوا ديك الشيء بالعين ديالكم ساهل، شحال من وحده كتقول لي علاش كتركز بزاف شويه شي بعض المرات على الارض، يعني ورا كتصور الاشياء ماشي كتصور الوجوه ديال الانسان. كاين اللي غادي تشبروا هيدا بالتليفون يقدر يهرس لك التليفون يزولوا لك يهرسوا لك. شحال مره كنسمعوا الهضره، يعني كتسمع الهضره شحال واحد يعني انت بالعكس غادي تعمل له اشهار، يعني غادي تصور له ديك الشيء ديالو وغادي توري البلاصه فين هي وهذيك، يعني وبالعكس واخا غتعمل له اشهار كاين اللي ما كيبغيش كيقول لك لا ما تصورش اختي عندي.
ما نكروش، كاينين بعض الناس اللي كيتابعونا وكيخليو تعاليق وكيرجعوا عندنا، كيفعلوا الجرس كيبقاو يوصلوا من الجديد ديالنا وكيرجعوا. وكاين الناس اللي كتشاهد بدون ما كتعمل اشتراك في القناه، بدون ما انها كتعمل بصيمه، يعني كتدي افاده. يعني شحال مره كنزل فيديوهات اللي في المستوى، يعني كل مره كيفاش مره كيجي يطلع لك فيديو مزيون، مره ما كيطلع لك شي مزيون، مره يعني على حسب. ولكن يعني والله الا كيطلع لي الدم حق الله، الا ضربه عامله واحد المجهود في هذه القناه هذه، وكنحاول انها تطلع، ولكن للاسف الشديد يعني كتفشل كتفشل والله. الا كتشوف يعني واحد الحاجه بدات كتحرك واحد شويه كتشوفها عاود رجعت، يعني واحد المعاناه اللي هي كبيره كبيره، وكتلقى شي حاجه اللي تافهه طالعه والناس عاجبه الحل. والله العظيم يعني في اي لحظه غادي نقدر نوقف عليا هادشي هذا في مره ونغبر من هاد اليوتيوب كامل. كتشوفوا هاد المعاناه كامله اللي كندوز منها، وكنصور وكنجيب لكم ديك الفيديو، وشحال واحد كيدخل كيستفسر بزاف ديال الحاجات ونجاوبوا في التعاليق وكل شيء، وما كاينش شي ربح. والله ما كاين شي ربح، اقسم بالله. يعني كنخدم على القناه ديالي المستقبل انها تكون شي حاجه، يعني تطلع وشي حاجه محترمه ومزيانه، ولكن الصراحه ما كتلقاش اللي يوقف معاك، ما كتلقاش الدعم. الدعم ما كاينش الدعم، والله ما كاين الدعم. كيدعموا غير الحاجه اللي فارغه، الحاجه اللي يعني كتشوفوا الانسان درويش. يعني انا كنت يعني ما محتاجاش هاد القناه، ما كنتش يا خوتي غادي نخرج نصور، والله ما كنت نخرج نصور. علاش غادي نخرج نصور؟ علاش غادي نبهدل وجهي؟ بعض المرات شي كيبغي شي ما كيبغيش، يعني تقول له واخا نصور، انت عامله له اشهار وديك شي، وكاين اللي كيقول لك لا بلا ما تصور ما تصورش، يعني كي ما نعرف انت ما غتشبر له لا وجهه لا والو هذاك. وكاين اللي كيقول لك لا لا اختي بلاش بلاش، يعني كتلقى الناس باقه العقليه ديالهم متخلفه. يعني كاين الناس اللي متخلفين افكار ديالهم، ما نعرفتي ما كتعملش شي حاجه عيب، لابسه محترمه. يعني كنعمل مقدمه الفيديو بوجهي، يعني الحمد لله ما عنديش حاجه نحشم عليها، ان وجهي كيبان يعني الحمد لله مستوره. انتم اللباس ديالي دائما مستوره، ما كنعملش شي حاجه اللي نحشم عليها. وهيدا كاين اللي يطلع كينقل لي الادب، اللي يطلعوا لك التعاليق مثلا يقول لك الزين، ولا يقول لك مزيونه تبارك الله عليك. واش انا كنقدم لك واحد المحتوى؟ هضر لي على ديك المحتوى هذاك، ماشي تهضر لي تقول لي تبارك الله عليك لا مزيونه لا هادي لا هادي. راه الزين زين هو القلب والتصرف والمعامله. اذا كنت باغيه تفليه ما كنتش غادي نقدم ديك المحتوى هذاك، كنت غادي نعمل روتين ونتعرى ونعمل يا ربي اللي قدره، وعمره ما تكون ان شاء الله يا ربي عمره ما تكون هادي. بعدا انسان يبيع راسه من اجل ان المشاهده تطلع وديك شيء، انا ما خصنيش شي حاجه بحال هيداك. كنت باغيه بحال هيداك ما قلت لكم غادي نعمل روتين انه غادي يطلع. للاسف هادشي هو اللي كيطلع. اذا تعايرتي في اللايفات ولا استغفر الله تعايرتي يعني هيدا مع شي وحده ولا شي حاجه، غادي يطلع شي حاجه اللي فيها شي محتوى اللي نقي. غادي ما مشكله، كاين الفيديو اللي وصل 16 كا وما كيعملش لك مشاهده حقيقيه، كينقزوا لك الفيديو مشاهده ما كايناش. وعندي فيديو نزلته ضربت فيه تماره، دخلت لسوق المسيره صورت طلع 16 كا، دخل لي زابوني زعما ما نكروشي وداكشي، ولكن عرفتوا شحال مدخل لي؟ اقسم بالله ما كملش 40 درهم، والله ما كمل 40 درهم. وديك 16 كا ماشي طلع، يعني هذه مده ديال 28 يوم باش وصل ديك 16 كا ومدخل 40 درهم. يعني كاين الناس اللي كيقول لهم عقلهم ما نعرفش شنو كندخلهم هاد اليوتيوب هذا. وصراحه انا عملته محتاجه انني ندخل منه، ماشي عملته انني باغيه الشهره ولا باغيه زعما كيعجبني مبيان ولا شي حاجه. حتى كنت كنشارك الحياه ديالي بزاف يعني، وداكشي انني تخليت على ديك انني نشارك بزاف ونبارطاجي الحياه ديالي بزاف، وداكشي كنحاول نشارك غير بعض الحاجات، ما بقيتش كنبغي نشارك داكشي هذاك. يعني حتى كنجيبها غير في راسي وكنجيبها غير في صحتي وكنمرض وبزاف ديال الحاجات. المهم انا اللي كنطلب منكم انكم تدعموني في القناه ديالي خوتي، تفرجوا الفيديو عافاكم، يعني ما تخسروا والو ولا تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر، ولا مثلا غير واحد النسبه لا باس بها 10 فيديو فيه 20 دقيقه تفرجوا 10 دقائق، فيه 10 دقائق تفرجوا 5 دقائق، يعني ماشي تكون ديك النسبه اللي قليله بزاف راه غير كيطيح ديك الفيديو ما كيطلعش. يعملوا لايك ما غادي تخسروا عليه والو، يعني فيديو كتساعدوني ان الفيديو ديالي يطلع ويتشاف. والله العظيم الا الصراحه كنعمل واحد المجهود كبير وما كنلقاش شي جواب ولا شي دعم.
كيف ما قلت لكم اخوتي، والله انا ما عامله هذه القناه يعني باش نضيع فيها الوقت، راني محتاجها كنقولها وكناكدها، محتاجه هذه القناه وباغيها تطلع، وبكم نتوما تقدر تطلع اذا عاونتوني، اذا بغيتو نتوما تعاونوني. ايوا اخوتي ما نزيدش نطول عليكم فيديو اكثر من هيدا، يلا اخوتي باي باي عليكم، وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. دائما كنقولها وغنبقى نقولها وغادي نوصل ان شاء الله بكم، واللي كيخدم على راسو كيلقى ان شاء الله يا ربي. غادي نبقى في المحتوى ديالي ونبقى قناتي محترمه وكنخدم عليها، عندي محتوى وان شاء الله ما يكون غير الخير بكم نتوما، وبسلام عليكم.